قدم الفنان حجازي متقال. يسعدني ويشرفني ان انا اقدم صديق عمري، صوتي الجميل وصوت الاصيل وحبيب قلبي حجازي متقال. برافو. لعبتنا هلأ بتقول عدم الإجابة بنعم أو لا. أستاذ سمير، عدم الإجابة بنعم أو لا؟ نعم. لا. أول شيء ممنوع تجاوب بنعم أو لا بجميع لغات العالم، ممنوع تهز راسك لا شمال ولا يمين. أوكي؟ إنما نعمل إيه يعني؟ جاوب اللي أنت عاوزه من غير نعم أو لا. طيب اوكي. تعرف تكتب افلام؟ بس بسرعه. لا ما ينفعش. يمكن مثلا يعني كلمه ثانيه. حتى لو مش مفيده. اي جات ات. اوكي. تعرف تكتب افلام؟ ما فيش مشاكل. ما حاولت؟ ربنا كبير. بتحب التمثيل؟ طبعا. والغنى؟ موت. الرقص؟ اعشقه. الحلوين؟ يا لهوي. بتحب حدا، بتحب الممثل اللي بيضحكك؟ اكيد. حدا قدر يضحكك؟ سمير غانم. يا سلام، زقف سمير غانم. اه
اصلا سمير غانم ما بيضحك بس سمير غانم، بيضحك العالم العربي كله. ربنا يخليك. تسلمي يا رب. تحيي مره ثانيه لاستاذ سمير غانم. بتعرفي مادونا؟ يعني بتحبي اللوك تبعها؟ اكيد. بتسمعيها؟ مش دايما. صباح بتعرفيها؟ بحبها كثير قوي. بتلاقيها إيه؟ حلوة؟ اه طبعا. إيه مش اه طبعا يعني مين ما يحبش صباح؟ أصل صبوها السحرورة يعني. يا حياتي لك تحية لحبيبة قلبي طبعا وعمري وتاج راسي صباح. طبعا على فكرة كنت أنت منورة في الأغنية بشكل غير طبيعي. الحمد لله هيدا من جواز. يعني كانت عبارة عن مثلا يعني نجفة وبنورة يا حبيبي. اه والله يا حبيبي شرفني. يعني هيدا هيدي شهادة كتير كبيرة أنا بعتز فيها. ده مش رأيي أنا، ده رأي العالم كله. ميرسي حقيقي يعني. ميرسي عن جد. ميرسي أستاذ سمير. الله يخليك. خليك ذوق. رح نكمل لعبتنا، ما بعرف إذا البنات رح نربحهم. معلش معلش لازم حبيبي. بعدين منا عندها ظروف يعني لازم تربح. ظروف ايه يا استاذ؟ ظروف عائليه، مامتها هتبهدلها لو ما يبقى خمسه اربعه. اوكي انت اربعه. انت اربعه على مين؟ اربعه. ايوه ما انتوا اربعه. اوكي برافو يا ولاد. خسرنا معانا الطبيب الجراح الجميل ده اللي ممكن حبيبي. بريك صغير ونرجع معكم بلعبة جديدة. حلوة الحياة.
يعني انا كنت عارفه انه غنيه ما اكذبش عليك حلوه، بس ما كنت عرفتها حلوه هالقد. يعني ما بعرف كيف تحمست وجيت رقصت معك. انا عمري في حياتي ما استمتعت باي اغنيه حريمي في حياتي زي الاغنيه دي. تقبرني. صدقيني دي غنوة عمري. يا حبيب قلبي. غنوة عمري. ميرسي كتير، أنا بيشرفني. ميرسي يا حبيب قلبي، الكلام كله دخل جواي. خجلتني. هلا كنت عم بتخبرني. الشباب نتكلم في المحكمة. إيه. سيدة القاضية الجميلة. هؤلاء الشباب محتجين على النتيجة الأخيرة بالنسبة لآدم. يقولون أننا قد كسبنا 5 مرات. والأنسات الحلوين 4 مرات. يبقى فلا أعلم ما السبب، فليتفضل المدعي العام السيد الطبيب الجراح الأستاذ سعادتك عمر باشا، واخد بال حضرتك، يقنع حضرتك. تفضل يا عمر. تفضل.